القانون الجنائي والمدني به كافة الإجراءات التي تجعل الدولة في اتخاذ الإجراءات القانونية لمعاينة المباني المخالفة لمعاقبة اللي هي المخالف. أنا عايزة أعرف إيه القانون الجنائي وإيه القانون المدني؟ إحنا عندنا أكتر من قانون بيحكموا المجتمع المصري. إيه القانون اللي بينص هنا؟ القانون الجنائي في قانون عام وفي قانون خاص. البنى على أرض زراعية ده قانون خاص، قانون المباني على الأرض الزراعية ده قانون خاص. في عقوبات كتيرة جدا. آخر تطوير وتعديل للقانون إنه هو شدد العقوبة المباني على الأرض الزراعية، إنه وصل العقوبة فيها لخمس سنين ووصل الغرامة فيها لمئتين ألف جنيه. ليه هذا الكلام؟ الدولة في سبيلها إيه؟ الدولة في سبيلها للحد من ظاهرة المباني على الأرض الزراعية. الدولة في الفترة اللي فاتت أو في فترة الثورة فقدت ملايين من الايه؟ ملايين من الارض الايه؟ الزراعيه بالمباني عليها. طيب انا لازم نحكم ايه؟ لازم احكم هذه الظاهره. احكم هذه الظاهره ان الدوله سنت قانون قالت القانون فيه ان اللي هيبني على ارض زراعيه ابتداء من اليوم، ابتداء من 2019 2020 هيعاقب بعقوبه مغلظه هي الخمس سنوات وغرامه 200 الف جنيه. الامر الثاني بقى في نطاق الايه، في نطاق الحياه المبادره والحياه الكريمه. انا سلمتك زي ما قلت لسيادتك كده، انا سلمتك بيت مبني جاهز، ما دفعتش انت حضرتك فيه اي مبلغ اي حاجه واي مبلغ من المبالغ. انا بعتبر ان هذا البيت عباره عن امانه عندك، انت بتستغله صحيح كالتزام للدوله انها تهيئ لك حياة كريمة، وإنما إيه؟ إنما هذا الأمر إيه؟ أمانة عندك. الأمانة دي زي ما بقوله ما تخونهاش. تخونها إزاي؟ إن تبدد. تبدد يا إما باستهلاك الشيء بالتصرف فيه أو إن أنت تتلف هذا الشيء.